կոչ եմ անում, կոչ եմ արել ու շարունակում եմ անել. Ana ad'u laqad da'awt wa sawasilu da'wat rijalina allazina ya'ishuna fi Russia لإيجاد طرق لتجنب الذهاب إلى الخطوط الأمامية. هذه ليست معركتنا. الناس يجدون طرقا. إذا بحثت عن طرق سوف تجدهم. لقد وهب الله شعبنا مثل هذه النعمة. لكنكم جميعا ترون الوضع. نسمع كل يوم عن الضحايا الأرمن. هذه ليست مأساة جديدة. كان الوضع على هذا النحو منذ عقود. واليوم نشهد نفس الوضع. لعقود من الزمان حارب الأرمن من أجل هذه الأمبراطورية أو تلك ضد بعضهم البعض قبل 40 عاما في الحرب العراقية الإيرانية. الآن نحن نرى هذا. متى نصبح أمة سياسية؟ إذا كانت لدينا الفرصة لتجنب ذلك فلنفعل. أعتقد أننا نعيش في مواقف يمكننا تجنبها خاصة في حرب اليوم. الجانب الأوكراني يوضح من يدع السلاح كيف سيعملونه بنهج إنساني. شاد نايم عندك هاسكاستومن ها هاسكاستومن أوف كيفور زينك فاير انتنوم. إذا كنت غير قادر على تجنب حتى الخط الأمامي تجنب في ساحة المعركة. هذه ليست حربنا. ما معنى تضحية بحياتنا من أجل بوتين؟ بوتين الذي سينهار مع تقييمه وروسيا بما في ذلك الجيش الروسي. يتم تدمير الجيش الروسي. خلقت هذه الأسطورة في جميع أنحاء العالم حول جيش قوي يتم تدميره منذ أيام عديدة وهذا واضح جدا. هل ينبغي لنا أيضا أن نذهب ونسبب بالدمار معهم؟ شخ شخ فومي كاني أوري أرتن وشخ شخ فلوية شارناك فلوية سا هستاك يريفومي. مرة واحدة دعونا نفكر في أمتنا، دولتنا، وطننا الأم. دعونا نعاني من أجل إنشاء دولتنا. نحن نعاني من أجل الأجنبي. ولكن عندما نقول دعونا نعاني من أجل دولتنا، يقول الناس لا. لقد أنشأنا دولا للآخرين. إذا فحصنا التاريخ، فهناك الكثير من الدول الناجحة بمساهمة أرمن ناجحين. بينما نحن اليوم غير قادرين على إنشاء دولة في وطننا، لكننا سنخلق دولتنا. إسمك؟ أسمير هاي لكم؟ شن كارغانو بدي شو نستغزل؟ بس منك استغزلوا إنك.